كيف الحيوط بخير؟ كي داير كلشي مزيان؟ كي داير مع رمضان؟ صافي الحمد لله بخير الحمد لله. ما بقاش بزاف، بقى حتى شي 10 ايام تقريبا ولا هذا ياك من العمر ديالنا. اييه عمر بدا كيمشي وكيجي. اش شفناك حدا المسرح اش كدير هنا؟ واه البارح اخويا كنا واحد السيد صيفط لي واحد اللائحه ديال المسرح في كازا كيعطيو البرامج ودار الثقافه في البرنامج الشهري ديالهم درنا من دهب. اييه مزيان جيت هنايا نشوفوا شنو كاين، واش باقي خدام ولا ما خدامش المسرح. بغيت تشوف هنا واش كاين برنامج؟ ما كاينش البرنامج، وبقيت كنشوف واحد المشكل كاين هو ديال العالم الوطني. لا راه مع البرد وهذا مع البرد. مع البرد ما عرفتش واش مع البرد ولا هو الحيدات. المهم بعدا راه مقيه الرايه. مع هذا ما عرفت. اذا بغيتي تشوف اللي يكون شي سهره ولا شي حاجه ولا شي نشاط ثقافي هنا لحد الان ما عمرك تعرف، لان علاش ما كاينش واحد اللائحه دايرين هنا كما كنشوفوا حنا في المسرح ديال كازا او لا مدن اخرين. كتجي كتلقى واحد اللافت هنا بحال الصيدليه، ملي كتمشي الصيدليه كتلقى الحراسه الليليه والحراسه النهاريه، هنا كتلقى غير باب محلول كتلقى ما كاينش واش خدام ولا ما خدامش، واش غادي يبدا الاصلاح ديالو ولا ما عرفتش واش غادي يبدا الاصلاح ديالو ولا ما غيبش الاصلاح ديالو. اييه اذا ممكن نفتخروا حنا بعدا بهذه المعلمه هذه. حنا شوف ضروري كنفتخروا باننا كنسكنوا في مدينه المحمديه. اييه اما المعلمه اكبر كيقولوا اكبر مسرح في افريقيا، واش بصح هذه الهضره؟ اكبر مسرح في افريقيا يقدر يكون من ناحيه ديال انه ما عمر خدم. اييه يقدر البرنامج ديالو يكون اكبر واحد. ذات ثقافه، اكبر ذات ثقافه في المغرب. وراه مزيانه واش فيها كسوبه، خصو يكون فيها كسوبه. وحدا المحمدي غيكون اكبر ملعب في العالم. وباقا المحمدي ما تقادتش، ما عرفتش. شوف غادي يكون اكبر ملعب في العالم مزيان في العالم مزيان العالم ياخذ 15000 متفرج. ولكن كتحصل وكتحصل له الرتبه الاخيره ديال التنميه راه مشكله. يعني معادله صعيبه. مدينه شوف احنا دابا تنقولوا باننا احنا قربنا يعني استضافه وجينا من ربما تكون شي مفاجات من طرف المجلس. حتى المفاجاه ما عمرها ما كتجي. عم قاربي ان شاء الله ما تسرعوش. ما كاينش شي حاجه سميتها مفاجاه. واقيلا شي حاجه واش غادي واش بغيتي تخدموا المحمديه او لا بغيتي تخدموها، لان من مع الاسف الشديد ملي كتشوف انت بانك ساكن جيتي الوسط ما بين العاصمه الاداريه والعاصمه الاقتصاديه وجيتي انت في الطريق وكتلقى بان عندك برلمانيين ثلاثه وعندك الجامعه وعندك العماله وكتجي كتلاقى مع الناس كيقول لك حشومه المحمدي كيولات، يعني كتشوف الحفاري كتشوف كلاب الضاله كتشوف الوعود ديال الانتخاب اللي كاين كيقولوا لنا بان غنديروا غنفعلوا لكم وكان استقبال بالحليب والتمر. كتجي كتقلب كتلقى واحد مسؤول كيش كيدير ما عنده ما يدار ولا مقابل غير الكره صال. شوف الا بغيتوا تخدموا المدينه خدموها، بغيت تقابلوا شي حاجه اخرى قابلوها. المهم راه حشومه عيب لان ثلاث سنين داز كانوا شي واحد كيقول لا يلا العام الاول شويه كيقول لا العام الثاني شويه العام الثالث، ودابا ملي كتشوفها انت المحمديه كيفاش دايره يعني راه كتاسف. شوف هاد الناس هادو مساكن الناس ديال المحمديه تيقولوا في هاد رمضان تيقولوا حشومه. الناس اغلبيه كنشوفوا حنا اغلبيه فين ولاو كيمشيو؟ كيمشيو للمنصوريه صح، يعني احنا ولاد المحمديه وكلشي ولنا كنمشيو للمنصوريه. لان تنقولوا شوف غير الدخله ديال المنصوريه كيفاش دايره والدخله ديال المحمديه كيفاش دايره. مع هذا احنا من هذا المنبر هذا كنطلب من صاحب جلاله الله ينصره الله يشافيه لينا بان تكون واحد الزياره ملكيه لمدينه المحمديه. لان يعني علاش كنطالب زياره ملكيه؟ انا كنطالب والله العظيم كنطالب بزياره ملكيه والله يشافي سيدنا الفاعل الجمعوي. كنطالب زياره كنطالب والله يخلي لنا كنطالب لانه هو سيدنا كيف كازا كنطالبك بانك تجي لمدينه المحمديه، لان مدينه المحمديه تمشات، لان مدينه المحمديه رجعات الله في جميع المجالات، لان مدينه المحمديه الوعود الانتخابيه وهذوك الوعود اللي كانوا كيوعدونا بهم تيقولوا غنديروا لكم وغنديروا لكم راه ما كاين حتى شي حاجه منهم. اذا ملي كتشوف انك نتايا المرافق الترفيهيه والثقافيه والرياضيه كلهم مسدودين كيقول لك الترميم كلهم مغلوقين كيقول لك الاصلاح، المستشفى راكم كتشوفوه كيفاش داير يعني خمسه الجماعات ومستشفى اقليمي واحد ولكن اللي كيمشي عنده كيصيفطوه بالزربه كيصيفطوه لكازا. مدينه المحمديه ما عندهاش لحد الان محطه طرقيه، لحد الان ما عندهاش نهائيا. مدينه المحمديه ما عندهاش واحد الدخله اللي هي زوينه كما تنقولوا كنفتخروا بها تكون عندنا واحد الدخله زوينه. الشوارع الرئيسيه كتشوفهم كلهم الاناره العموميه ديالها كما كنشوفوا بان امراه صافي قدام من ايامات مع الثلاثينات ولا الاربعينات، يعني جميع المدن الصغيره الفلاجات الصغيره كل شيء كيتحرك الا مدينه المحمديه. ملي كتجي تقلب كتهضر ولا شي حاجه تيقول لك ولا راه الاخر اللي ما حابس لينا الفلوس، الاخر اللي حابس لينا سميتو، الاخر اللي حابس البلوكاج، الاخر اللي مبلوكينا. كتمشي عند الاخر تيقول لا راه مشينا للمبلوكيهم راه هما اللي مبغاوش يخدموا. اذا السوارت عاد من كاينين هنا في مدينه المحمديه. انا كنتمنى من السيد الوالي بانه تا هو يدير واحد الزياره لمدينه المحمديه باش انه يحرك هاد المسؤولين، لان هاد المسؤولين مابغاوش يتحركوا. خلينا من هذوك الناس اللي كتعطيهم جوج قفات ولا جوج ديال سميتو كيبداو غاوتو وكنشكروا فلان وكنشكروا فلان. هذا ماشي وقت ديال الزيت ولا السكر ولا الاتاي، هذا وقت ديال التنميه. خاص مدينه المحمديه تخدم. راكم شفتوا بان مدينه المحمديه الوقت ديال الشتاء الحمد لله الله اللي رحمنا بالشتاء، شفتوا القنطره ديال النسيم شنو وقع ليها؟ تحبسات.
شفتوا الفيروجات ديال مدينه المحمديه حابسين، شفتوا ان الطرقات كلهم يعني ما ولاو وليت كتمشي مع الكلاب، انت غادي مع الكلاب. راه حنا تنقول لكم هذه الغيره ديالنا، حنا ماشي باغيين شي حاجه بغينا غير نشدك في هذه القضيه الغيره سي محجوب. حتى دابا كاين اللي غادي يقول لك تعليق ولا هذا ولا صاحب غادي يقول لك اللي انت عندك هذه الغيره بحال هكا، علاش ما تدخلش شي حزب سياسي وتنتخب وربما تنجح من هادشي كامل؟ ما كاينش انتخاب، انت عندك غيره. لا حنا ماشي مشكل، هاد الغيره ديالي فين هما الانتخاب؟ انت غادي تختار الحزب اللي غتشوفو مناسب. لا بالحال ما كاينش كاملين ما هذا. شوف الاحزاب دابا بالحال حنا تنهضرو، علاش ما تدخلش المجال السياسي ودابا انت عندك صوت وتخدم وما تبقاش غير تنتقد؟ كاين اللي غايقول هاد الهضره هادي. واخا سيدي وقت الانتخابات ونترشحوا. غادي ترشح؟ ايوا هادي مزيانه. مزيانه القضيه نترشحوا سيدي. يلا هاي يلا بقات لكم هاد عامين خدمه. دابا خاصك تبدا تعطل في الاحزاب. ها؟ نعطي انا العطل الاحزاب. لا لا غادي تتاثر، تتاثر وتتاثر بجوج. لا مأثر انا ما عنديش مشكل. ياخذوا من عندك تجارب. شوف الاحزاب، الاحزاب شوف الاحزاب السياسيه هما اشخاص كانوا جمعويين دخلوا السياسه. كاين احزاب جديده أحزاب معاهم. احزاب جديده، حنا اللي تنهضروا دابا المشكل اللي كاين عندنا، المشكل اللي عندنا هذوك الاحزاب اللي كاينين دابا تقريبا كاين مع 8 ولا 10 الاحزاب اللي شادين دابا. اللي كنحتارمهم جميعا صراحه. كلهم تنحتارمهم، كلهم تنقدروهم، كلهم كيحتارموك انت السي خالد. هما بغيناهم. غيخدموا كاع ما يحتارموا غيخدموا. بغيناهم غير هذوك الناس، هذوك الاحزاب اللي كتقول نتايا يخدموا. ملي غادي يخدموا حنا غادي نمشيو لعندهم. علاش بغيتيهم؟ حنا نقول لهم برافو عليكم، غنصفقوا عليكم، نقول لكم راه انتم ملي خدمتوا. لا ما تصفق عليهم العمل ديالهم، غير صفق عليهم. هو هادشي اللي بغينا حنا. ولكن هما ما خدموش، شنو غنديروا؟ ها؟ شنو غنديروا؟ هما ما خدموش. ما خدموش، راه عندهم البلوكاج كما قلنا. ها؟ فهمتيني؟ ماشي فهمتك، دابا هما عندهم بلوكاج السي خالد، هما عندهم بلوكاج ياك، ماشي مشكل انت خصك تكون ماشي، انا عارفك انت محايد، ولكن ضروري واحد 80% خصك تمشي مع واحد سميتو. لا لا هذيك راه باينة. لا حنا عارفين. محايد ماشي مشكل. لا ضروري 80% خصك ضروري شوية. لا ما كاينش. أه؟ لا لا اسمح لي. ولكسي لكسي لكسي 100%. 100%. أه؟ ودابا المحمدي كيفاش كتبان لك انت؟ أه؟ كيفاش كتبان لك هاد مدينة المحمدية حاليا؟ لا ما راه كلشي عارف، راه كلشي عارف. أه؟ شكون اللي عارفين؟ لا انت انت دابا انت. راجعت ياك شتي الروبورتاجات اللي درنا هاد الاسبوع هذا الشيف. ها شفت الروبورتاج؟ شفتي ديال الكورنيش؟ شفت ديال الكورنيش. قلنا المسؤولين راه ما خدامينش، ما كايناش المراقبه. ولكن خاص نديرو خاص استمراريه. خاص رانا شوف انا خلينا المسؤولين واقيلا واش كونجي دابا. لا دابا المسؤولين واش ما مخلصينش دابا خالد؟ ما قلناش بغيتي دابا خالد. انت نقدروا نقولوا بان واخا تقدر تكون واحد الاستمراريه، خصوصا بحكم انك انت عندك المشاهده وهذه من هنايا والناس متبعينك. بغينا حتى الجروبات اللي عندكم ديال الصحه ديال الاخوان الجمعويين والصحافه. لا كل واحد المنبر ديالو راه هذه هي المشكله. واحد الطريقه بحال دابا لا بحال دابا دابا راه هذه هي المشكله. بحال دابا مثلا حنا غنبداو نقولوا كما كتقول دابا قلتي واحد الكلمه ديال كل واحد كيعرف كيفاش كيستغل. يعني كاين واحد الفئه كتشكر المسؤول اللي ما دار والو، واحد عارف اش كيدير، وواحد الفئه كتقول المسؤول راه بغيناك تخدم باش تصفقوا عليك. راه هذه هي المشكله سي خالد. دابا حنا بغينا الصحافه هي تنوض وتكلم على الشان المحلي، الجمعويين الحقوقيين حتى هما ينوضوا ويتكلموا على مدينه المحمديه والشان المحلي. بغينا كلشي يتحد، خلي هذوك الاخرين اللي كيشجعوا وكيشكروا ديما الرئيس اللي جا كيشكروا والفلان اللي جا كيشكروا ما نسى لي هذوك. انا تنضل لك على كل الناس اللي عندهم واحد الغيره وباغيين يديروا. واخا كاين اللي غادي يقول لك حتى دابا انا راه النشان اللي كاين مرحبا تسالي انت ما كتشكرش. لا شكون اللي غنشكر؟ ما كتشكرش شي جهه هكا ولا هكا؟ لا ما نشكرش. ما عندكش شي واحد شكرته انا. ما كاينش شكر. بالعكس. ما سولتك انا. لا بالعكس. لا الا كان شي واحد كيستحق انه يتشكر كيقول من لا يشكر الناس يشكر الله. ولكن انا باش نشكر واحد باقي ما دار حتى شي حاجه للمدينه، باقي ما دار حتى شي حاجه ونعطيه تكريم. كيشكر قبل ما يخدم باش يشجعوا باش يخدم. ها هو ما خدمش، ها ما عطاو تكريم. ها ما عطاو تكريم، عطاو تكريم. ما كيفقدش الامل السيد هذا ولا هذا، ما كيفقدش الامل. شكون اللي ما عندهم امل؟ واش المسؤول ولا اللي عطاه التكريم؟ اللي عطى التكريم. اللي عطى التكريم. وها هو باقي كيتسنى ثلاث سنين ونزاد. عنده امل باقي، باقي ثلاث سنين. وامل ما جاتش تعطلات، بقاو تسناو فيها. لا سي خالد بالعكس، احنا المسؤول بالعكس نشكروه ونقدروه ونحترموه ونكرموه الا خدم المدينه. الا خدمها والله تنشكروه ونقدروه. ولكن انت ما درتي حتى شي حاجه وتقول لي انا لا داك الشيء وهذه من راه هي المشكله صح. الا بقينا بحال هكا كنشجعوا في واحد ما دار والو راه غدا غادي يجي واحد اخر. ها هي بقات عامين غيجي غدا واحد اخر غادي يجي وما غادي يدير والو، غادي يجي واحد اخر غيشكروا. واش تخربي انا كتشوف الكرسي ساهل عاجي يجلس في الكرسي حل المشاكل. اي من الدور الكرسي دابا اللي كيخرج على برا وكيبقى ينتقد راه كتجي ساهله. لا بالعكس، ايوا الا ما كنتش قادر على واحد المسؤوليه ما نديرهاش. ما نخرجش انا من دور زنقه زنقه دير بدا كردة وبلاتي كردة. الكرسي واش ساهل؟ اجي الكرسي ساهل. لا بلاتي ما ساهلش. ولا بلاتي انا فاعل جمعه بلا ما ذكر سميتو راه ما قدرتش يتكلم. ولا دابا انت خالد، خالد ما جبدناش السميه دابا خالد. قلتي قلتي الكرسي ساهل. هذا هو المشكل خاصك تهضر. قلتي الكرسي، قلتي الكرسي بعيد ترفع الجمعاوي خاصك تهضر. خالد تعال قرب هنايا. خالد خلي خلي
دابا قلت خلي راه عندك فاعل جي معاه وكيهضر ب 100 سكينه. دابا شنو قلتي شنو قلتي غادي تكلم ب 100 سكينه ماشي ب 100 سكينه ب 100 الجمعيه ديالو. اوكي زعما الجمعيه ديالو كاين اللي كيتكلم باسم السكينه ولكن شاد النقطه هي كاين واحد بحالك. واحد الفئه كتكلم باسم السكينه وهي ما عندهاش حق انها تكلم باسم السكينه أيه؟ وكاين واحد الفئه انها كتكلم فهاديك الفئه ديالي يعني الناس اللي معاه اللي عارفهم معاه هما اللي قدرت تكلم عليهم. دابا مثلا مشاو معايا واحد اربعه الناس اربعه الناس غنتكلم عليهم معايا في الجمعيه ديك اربعه الناس اما باش نتكلم على واحدين اخرين نبدا نطاول عليهم. الاراء اللي قلتي لي قبيله الراي ديالك كيفاش الاراء كامله اللي قلتي لي بخصوص الجماعه والمسار ماشي الراي ديالك شنو كنشوفوا كيجيونا الاتصالات وكيجيونا التليفونات وتصاور الحفاري والمشاش والكلاب والقنطره اللي عامره والبورات اللي مطفيين ماشي الاراء ديالي هادشي اللي كنشوفوا حنا. نعم اما اللي الراي ديالي انا هو مقدم الاستقاله. اذا اذا ربما شفتي داك اللايف اللي كنا درنا في لاكورنيش كيفاش بانت لك الحاله الكارثيه ديال داك راه الدراسه ما كايناش مسؤوليه ما كايناش محاسبه ما كايناش حتى بان انك انت غادي تحط واحد الطريق تما اما كنقولوا حنا لاكورنيش كترى بان البحر كيمشي يعني كيطلع وكيبطل مد وجزا كما تنقولوا. راه عارفين بان البحر غادي يوصل لهذيك القنطره هذيك حتى تما غيوصل. اذا انتم ملي درتوا هذيك الطريق تما كاين كانش الهندسه عارفين بحكم التجربه المتواضعه ديالنا حنايا هذيك الباساج اللي درتوه من المركز حتى لمانيسمان على الاقل كان عليكم تعليو الفوق بعدا شويه ثم عارف البحر غادي يوصل غادي يوصل تعليو تم وهذيك الكارد كور اللي درتوه ديال الحديد وشي كان حديد وكان حديد حتى تما الا بغى يجي الماء ما غاديش يجي الماء حديد لي نوص يديروا الزاج يديروا الزاج وداروا بلاصه حديد اللي كيصدق ها دابا كان الحديد كان في الاول انوكس في الاول كان انوكس كنت كتخرج ديك الساعه كتشوف الكورنيش قبل ما يديروا لا ما كنتش ساكن هنا ما كنتش ساكن هنا لكنتي نعم ما كنتش ما كنتش ساكن لا ما كنتش ساكن هنا ديال انوكس ما كنتش ساكن هنا كتيش لا قدر على العموم دابا جيتي للمسرح دابا جيتي للمسرح المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهدات دابا جيتي للمسرح ديال المحمديه كما قلتي لنا كيبقى التساؤل ديال المسرح واش غادي واش غيخدم شي برنامج شهري فوالا واش غيكون شي برامج في المسرح واش غيتم الاصلاح ديالو واش غيتم الترميم ديالو واش غادي تصير بمناسبه ليله القدر ما كرهناش تكون شي ليله دينيه ماشي من اللي يكونوا شي واحدين يديروا غير جمعيه المجتمع المدني ونشوفوا حنا ما قال لحد الان ما عارفينش كواحد النهار قلتوا بان غادي تصيبوا جاو شافوا ومشاو كنشوفوا الانشطه الحمد لله راه كاينه واش خدام ولا ما خدامش لحد الان كتبقى علامه استفهام عارفين دار الشباب بنو خلدون حتى هي الساده واحد المده طويله دابا كيقول لك الترميم ديالها غادي تحل في شهر 4 ها هو شهر 4 دابا جا لحد الان باقي ما كاين والو مدينه المحمديه القاعه المغطاه في هذه الصوبات باقا مسدوده نزيد المغطاه هذيك بوحدها نزيد وحده اخرى وحدك السوق النموذجي وحدك لا نزيد وحده اخرى وحدك السوق النموذجي وحدك نزيد وحده اخرى جديده هذه غادي نديرو ولا نخليها مفاجاه نخليها مفاجاه غادي نسبقوني لها شي خفت الاخرين نخليها لا خلينا في القاعه ديال المغطاه القاعه ديال المغطاه تقريبا واحد المده طويله دابا هما تيقولوا غادي تحل غادي تحل غادي تحل باقا لحد الان ما تفتحاتش راه مسدوده هو سوق النموذجي باقي مسدود اذا خليوك لانه عندنا لايفات كثيره ساعه قبل بالعكس مرحبا شكرا لكم انتم شكرا لكم شكرا مرحبا